انتهت ظهر اليوم تظاهرات الخريجين والتربويين الذين شملوا ايضا اظهرت اسمائهم بعقود الامن الغذائي 6000 عقد. هؤلاء قابلوا واكملوا كافه الاجراءات للتعيين ولكن اصطدموا بعائق، هو عائق لا يعرفون متى يباشرون ولا يعرفون متى سيتم اطلاق رواتبهم. هؤلاء الخريجين تظاهروا في باب المحافظه طبعا، وبالاضافه انضم اليهم الخريجين الذين وعدوا بالاستثناء. هؤلاء مشكله الاستثناء طبعا، هؤلاء لم تظهر اسمائهم في عقود الامن الغذائي، ومن ثم قابلوا رئيس الوزراء اثناء الزياره الاربعينيه ووعدهم بالاستثناء واضافه هؤلاء كملحق. هنالك محافظات طبعا حسب ما تكلمنا اليوم مع المتظاهرين، هنالك محافظات ارسلت ملحق الملحق، يعني تابعت الاسماء باسماء اخرى. واليوم للاسف طبعا بقي المتظاهرون للساعه الثانيه ظهرا في امام مجلس المحافظه ولم يجدوا اي اذن صاغيه لهم بخصوص مطالبهم او عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها من مخاطبه وزاره التربيه، مخاطبه مديريه التربيه، اين وصل امر هؤلاء 6000 درجه وظيفيه، خصوصا ان الغالبيه العظمى هم منهم عاطلين عن العمل ونساء. لذلك هم استغاثوا بوان نيوز لتوجيه رسالتهم ومعرفة مصيرهم أين سيكون بعد هذه المظاهرة.